نزي 29 مدرب الموسم هذا ايضا، ربما اكثر ابو بدر. يا لطيف. المؤشرات تشير الى انه لا، ممكن العدد يتجاوز بشكل كبير. احنا لحد الان داخلين على الجوله السابعه، وفي زي ما ذكر التقرير اكثر من مدرب الكرسي يهتز. شفنا تغييرات ايضا في اربعه الحين، اربعه طاروا في هذا الموسم وخمسه يهزون، يعني ممكن نوصل تسعه. الخير جاي ابو بدر. شوف ابو بدر، انا اتوقع، شوف، من الخمسه المهددين بالمركز الاول بكل تاكيد هاسي الاهلي. يعني المدرب لعب ثلاث مباريات على ارضه، جمع ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات. لعب ثلاث نقاط عفوا ثلاث مباريات خارج ارضه، جمع نقطتين. للامانه وضع المدرب غير مطمئن ابدا. اضف الى ذلك انه الضغط الجماهيري، اضف الى ذلك انه دائما الجمهور الاهلاوي او اصحاب القرار في البيت الاهلاوي ما يميلون كثير للتهدئه، ما يميلون كثير للصبر، دائما رده فعلهم سريعه. فاعتقد انه هاسي حيكون مهدد بالمركز الاول. ايضا شاموسكا الشباب، يعني ثلاث مباريات في ارضه جمع خمس نقاط، ثلاث مباريات خارج ارضه جمع نقطه واحده. اعتقد انه مشواره مع الشباب، يعني امانه اداره نادي الشباب، يعني انت ترى انه الاهلي ثم الشباب هم اكثر المؤهلين او مرشحين للتغيير؟ بكل تاكيد. انا استثني من الخمسه خالد العطوي. خالد العطوي يعني لحد الان لعب مباراتين على ارض ابو بدر جمع اربع نقاط، لعب اربع مباريات خارج ارضه جمع نقطتين. تاريخ خالد العطوي الموسم الماضي واللي قبله واللي قبله في تصاعد. صحيح انه الموسم هذا للأمانة المؤشرات ما هي جيدة للاتفاق، ولكن أنا أعتقد أنه عملية اتخاذ القرار سريعا أو عدم الصبر على المشروع الاتفاقي، أعتقد أنه ربما يكلف الاتفاق الكثير. أنا أتفهم ونفس الشيء في ناس يقول لك يعني ثلاث مواسم صبرنا بما فيه الكفاية، يعني لو كنا استثمرنا في اسم آخر أو مدرب اسم آخر كان ممكن النتيجة تكون مختلفة. يعني والنتيجة أبو بدر الفريق يتصاعد الآن. الحكم للأمانة مخاطرة كبيرة. المؤشرات أنا معك، المؤشرات الموسم هذا لا في مؤشرات غير جيدة. لا هو هم يبغون يتصاعد، يعني جمهور اتفاق يبغى الاتفاق يتصاعد مثل الرائد يا أخي، مثل الفيحاء. ما طلبنا واجد، مثل الضمك يا أخي، ما احنا طالبين واجد. معلش يعني ولا ترى ان الاتفاقين على قدهم المفروض يطمحون بشيء محدود؟ لا بس الحكم لا يكون عاطفي، لا يزعل علي الصديق والعزيز اللي اعزه واحترمه ومن اكثر وافضل رؤساء الانديه اللي قاعدين يقدمون خدمه للكره السعوديه، الاستاذ فهد مطوع وهو صديق عزيز. لكن ايضا في حاله مشابهه، الرائد في مواسم تقدم في بدايه الموسم وفي بعد ذلك تراجع الى مراحل الخطر. المؤشرات الحكم الآن لا بدري أبو بدر، بدري على كل الأندية، أعتقد أنه بدري جدا.